معاكم الشيف سالم السنيدي. اليوم أنا مشارك في مهرجان الطهي العماني المغام في سلطنة عمان وبالتحديد في صلالة. طبعا ما شاء الله الإقبال كبير على المهرجان، واليوم جالسين نوزع عرسي بالطريقة الجعلانية، عرسي عمانية بالطريقة الجعلانية على الحضور بالمجان. الحقيقة المهرجان شيء مشرف من خلال تنظيم من قبل وزارة التراث والسياحة، أخذنا جولة بعض من الوقت، فبداية وصولنا نعجبنا الحقيقة بالمكان، ومرينا على الأكلات الشعبية، وفيه من ضمنها الطاه الصغير، فشيء مشرف وحقيقة شيء طيب